هتقضي لي كل وقتك بالدفاتر؟ الله يرضى عليك يا ماجدة، لا تخربطيني، عم بشتغل بحسابات المحل. يو قريضة محلات إن شاء الله، كل نهارك عم تقضيه بالمحل، كمان ناتالي دفاترك وحساباتك لهون. لك يعني معك حق، بس شو بدي أعمل؟ ما عم يصح لي وقت راجعهم بالمحل. يا قلبي اللي بيشوفك وبيشوف دفاترك بفكر عندك شي 20 محل، بده المحل كل هالدفاتر؟ إيه لكان ما بده؟ لك شو مفكرة الحسابات شغلة سهلة؟ إذا واحدنا ما مسك كل هالدفاتر هي بيضيع، ما بيعود بيعرف راسه من رجليه. شوفي مثلا هاد دفتر اليومية، وهاد حركة الصندوق، وهاد دفتر التجار، وعندهم مني وين هون، هاد تبع الجرد والميزانية، وهاد تبع ديون الزباين. اوف، وليش مكبروا كل هالقد؟ يعني معقول كل هدول ديون؟ ليش انت بتعرفي قديش الي ديون مع الزباين بالاول؟ قديش يعني؟ 20,000؟ لا اكثر. 40,000؟ اكثر. 50-60,000؟ يا ستي 400,000. يا ساتر، ليش كل هالقد؟ كل رسم مالك بالمحل ما بيجي مليون. شو بدي اعمل؟ شوي شوي لقيت حالي غرقان بقلب العالم. ولك مشكلتي يا ماجدة انه انا وشي بشوش وما بقدر رد حدا. يعني مين ما اجى بده بضاعة على الدفتر ما بقول له لا. بقول لحالي مو حلوة تكسفه وتخجله. لا، واغلب الناس قليلين ذوق. الله وكيلك، بيتدينوا من هون وبيغطوا من هون، لكن ما بعود بشوف خلقتهم. لأنه الحق عليك يا قلبي، ليش ما بتطالبهم؟ واحد غيرك بيضل يزن فوق راسهم ليل نهار لحتى يستحوا على حالهم. طب إذا ما عم تشوفهم بالمقلة طالبهم على التليفون. من الناحية مع ما قصير، مبرى لساني من كثر المطالبة، وعلى قولة اليوم وبكرة وبعد بكرة. لا، وفي ناس لما بطالبها بتزعل وبتنقرق وبتاخذ موقف. لك من كم يوم شفت محي الدين العربيني بالطريق، شفته صدفة. وقفته وقلت له شو يا ابو محي الدين، دينتك طولت صار لها اكثر من سنه. قام اطلع فيي هيك من فوق لتحت وزورني. الله وكيلك، زورني زوره بتقطع القلب، وانتتر فيي وقال مو عيب عليك توقفني وتطالبني من نص الطريق؟ شو رح اقولهم يعني؟ بكره بنوفيك اياهم اخي، على شو بصلتك محروقه؟ الله وكيلك، شوي تاني كان رح يصفقني كفين ويعمل لي قتله، وكاني انا المتدين مو هو. لا، ومن مده شهرين اجاني ابو خليل السمكري بده ياخذ بضاعة ب 25,000 ليرة. قلت له ما بدينك ياهم لحتى تبوس ايدي. قال لي ليش؟ قلت له لأنه بدي بوس رجليك حتى ترجع لي ياهم. إلا هالحالة مو حال بنوب، لأنه إذا بتضل هيك بتنكسر وبتفلس. فعلا، يعني شوية تاني رح انكسر. لك تصوري يا ماجدة إنه جمعيات لتجار الجملة ما عاد تتجمع معي لحتى أدفع لهم. أنت من اليوم ورايح ما لازم تدين أي مخلوق. إيه، مين ما كان يكون. هو هيك أنا ناوي، بس انا خايف انحرج قدام رفقاتي. طيب، مشان ما تنحرج علق لوحه بصدر المحل واكتب عليها نعتذر عن البيع بالدين وخصوصا للاصدقاء. يعني حلوه اكتب هيك شيء مثل اولاد صغار؟ ليش مو حلوه؟ ايه بس بخاف رفقاتي يزعلوا من هالعباره. اللي بده يزعل مشان هيك شغله بالناقص منه، واللي عامل حاله رفيقك عن جد يا قلبي المفروض يخاف على مصلحتك ويقدر وضعك. مرحبا جار. اهلين اهلين برضا. لا 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 يا زياد، هذا اللي طلع معك؟ مو محرزه تحط لنا ارمات؟ كل حسابنا اللي عندك 7,000 ليره. معقوله يا ابو رضا؟ هاي الارمه مو لك، هاي لرفقاتي الغلاظ قليلين الذوق يلي بيتدينوا وبيمشوا. يعني معقوله حط الارمات بوشك لك؟ شو بها محل محلك ابو رضا. وانا هيك عم بقول، ورغم هيك هالشغلة مو حلوة منك بنوب. ليش؟ لحتى اللي مثلي ما يتحسس وياخد على خاطره. اوعك اخي ابو رضا، اوعك، ارجوك لا تتحسس. اذا بده يصير حساسية هلا بشقة قدامك وعمرها ان شاء الله ما تكون. اي خلاص خلاص، مش الحال. انا ما عم بحكي عن حالي، انا عم بحكي عن الناس المزوة يلي بتقدر مثلي. 100 أهلين اخي ابو رضا، 100 أهلين. اي مالك علي يمين انك انت ابو الذوق والحساسية. ومن شان حسابك ان شاء الله باقرب وقت بمن لك اياه. صدق انه كنت قايم لك اياهم مع جنب، بس الاولاد يا اخي نقوا فوق راسي واهل بدهم دش، يعني اضطريت ادين شويه مصاري من هون ومن هون على مصرياتك لحتى امننا حق الدش. ركبت دش بالمصاري؟ ايه. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك بعمرك. قوم اخي زياد، نقي لي شي بنطلون وقميص على كيفك، وضيف الحساب فوق الاولانيات. لك قوم اتحرك شبك. ايه على عيني. تكرم يا ابو رضا، تكرم. ايوه اهلين.
هذا تليفون البيت مو المحل. تليفون المحل مقطوع. هو بيجي على البيت الساعة 3. بتحب قله شي؟ ينزل على الحريقة يدفع الجمعية لأبو عادل. إيه على عيني. لا لا ما بنسى. هلا بسجلها. مع السلامة. مرحبا اخي زياد. اهلين ايمن. اهلين اهلين. شو يا شو كاتب لنا فوق؟ اكيد الملاحظه مو لنا. اكيد مو لكم. معقوله يعني هي للزباين قليلين الذوق بعيد من هون. يا الله وكيلك انكسر ظهري من الدين. فعلا الحق معك. لك شو هالناس هي؟ بس انت الحق عليك، ما كان لازم تعطي وش لحدا بنوب. مو هيك اخي، انت مشكلتك انك خجولي بتستحي من خيالك. خلاص الزلل ما بدك تدينه، قل له بوشه ما بدي دينك اخو، ما رأي شي. هيك قلتك؟ ايه طبعا لازم تقول للاعور اعور بعينه، مو تعمل لي ارمات ولافتات. فعلا معك حق. صحيح قديش حسابي عندك؟ ماني بتذكر بالضبط، بس يمكن حيطان 10,000. بسيطة، فكرتهم أكثر من هيك. لا لا مو أكثر طمن. بس ليش عم تسألني يا ترى؟ يعني بدك تحاسبني؟ هو أنا بصراحة كنت ناوي أدفع لك اليوم، بس الشباب حلفوا علي أطلع معهم على البحر جمعة زمان، وقالوا إذا ما طلعت منبطل نروح. فقلت لحالي مو حلوة نخجلهم ونفشلهم الطلعة مشان المصاري؟ طبعا مو حلوة. مو حلوة منو؟ روح حبيبي روح، روح على البحر تسيرن وقضي وقت. أنا بالنسبة لي على مهلي. بعدين بتدفع لي شو صاير يعني؟ روح حبيبي روح روح، هاي الروحة ما بتتفوت. ايه عندك اواعي بحر يا ترى؟ مثل شو يعني؟ لازمني طقم بحر وكم مايو وكم منشفة، لزوم سباحة يعني. ايه عندي، تكرم عينك. شلون اخي؟ جوزي من شهر ما دفع جمعية. ايه تكرم بقول له محل مين؟ محل مازن. على عيني. مرحبا ابو الزود. اهلين اهلين خيري. لك شو عامل انت؟ شو عامل؟ فظيع انت يا زياد فظيع. انه منين تجيك هالافكار هي؟ ما بعرف. ايه على طول على طول تجيني هيك افكار انا. حلوه النافه حلوه، مع انه انت صاحب نفات من زمان. شايف والله. إيه بس ما لقيت احلى من هالعباره المشرشحه. إيه لك جمله راكزه وحلوه. مثل شو؟ مثل شو؟ مثلا مثلا كتوب دينته تبسم، طالبته تبلكم، دفعته تهجم. احلى لا تقول لي. دوسني وعلى القافيه. حلوه فعلا حلوه يا اخي. انا كان لازم اكون شاعر من زمان، بس ليش ما صرت شاعر؟ ما بعرف، عندي موهبه قويه كتير بالشعر. ها ايه واضحه واضحه تماما، مع اني كنت حمار بالمدرسه. ايه مزبوط بتذكر، بس ما دخل كل شيء لحاله. صحيح، على ذكر المدرسه بدنا نكسي هالولاد قبل موسم المدارس. ايه تكرم عينك، ومثل العادة على الدفتر إلا إذا في إحراج. ها لا لا، ولو ولو المحل محلكم، أنت بتحمل وبتمشي وبدون ما تناقش. أنا واثق من هالشي، لو مالي واثق كنت زعلت أول ما شفت اللوحة. العم على القصة، صارت الشغلة بالضد، لكأنه العالم بالجكارة صارت تجي تتدين. يعني قبل ما علق اللوحة كنت دين لي شي زبون بالنهار، هلا صار المعدل 4-5 زباين باليوم. إيش عم يشتغلوا فيه؟ والجمعيات اللي عليك لتجار الحريقة شو رح تعمل فيها؟ أنو جمعيات هي؟ إحافة وتير كهرباء وتليفون ومي ما في بالدرج. والمعنى؟ المعنى انكسرنا وما حدا سمع علينا. شو ناوي تفتح جار؟ دخلك بياعين فلافل بيبيعوا كاش ولا على الدفتر؟ طبعا كاش. هلا ما حرز سندويشه فلافل بالدين؟ معناتها رح افتح محل فلافل. ايه